احنا دابا تكلمنا على الاهميه تاع الصوم على الجسم تاع الانسان كما شرحت لنا دكتور، ولكن ما تنشوفش ان هادشي كله تنضربوا حنا في الزيرو في الاكل، يعني في مائده الافطار كلشي هادشي تيمشي. هذا هو اللقاء ديالنا، وكنا من دوينا انا وياك قلنا شنو هي لازم يكونوا تعديلات، لان فرصه في رمضان وبالاخص حنا كما مسلمين موفقين على دول اخرين ولا على ديانات اخرى، لان الله سبحانه وتعالى اعطانا هذا الصوم، والصوم راه كاين في جميع الديانات، جميع الديانات عندها الصوم في لي ريتويال، كما بغى بوديست ولا هندو ولا هذا عندهم الصوم، غير حنا عطاتنا شهر ديال الصوم، يعني الفرص اللي عندنا تثير يعني تثير كثير اللي وصفها باش نوصفوها. الوغ الاكل دابا هادشي كله تنجو حدا مائده الافطار، يعني لا على الاقل الهضره تقولوا ناخذ السياره مائده فطور، كما قال مائده بحال السياره، كاين السياره دابا اللي كتكون اسونس، كاين السياره كاين ديزل، دابا وصلنا ما بقيناش بغينا داك التلوث ديال ديزل وديال ليسونس على ليكوسيستيم ديالنا، لان كاين الالتهابات والدخانات بزاف ولا بوليسيون، كيف الجسم ديالنا خصنا ندوزو ليبريد. ليبريد سي يعني فرصه باش نقصوا من التلوث تاع الجو ديال الكون في الداخل ديالنا، الجسم ديالنا في جميع الامراض كتكون بلا انفلاماسيون. شنو هي الانفلاماسيون؟ كتخلي واحد المسائل تخدم اكثر من خصها تخدم، يعني التهابات كلشي لوزينات مشعلين، لي برودكسيون ديالها لي ترو دو فواتور دون لا سيركولاسيون ترو، الوغ سي دو لا بوليسيون. مي كنصومو ولا مي كندخلوا في الفطور في رمضان وكنقصوا من السكريات وكنعطيو يعني المسائل اللي كتكون يعني ايجابيه اللي تنظيف الجسم من الخبات ديالو من الالتهابات ديالو. الالتهابات كما قلت لك وهي داكشي اللي كيضرك في الكتاف، ضرني كتافي، ضرني معدتي، جاين دياغي، عندي لا ميغرين، عندي ما كان قلق، متوتر في القلق ديالي بزاف، النعاس كيطير عليا، هذا كله سي التهابات اللي كاين داخل الجسم اللي ما مكناتوش وقفاته باش يمشي في احسن في مسير صحي احسن ما يكون. الوغ ناخذ لك غير مثال اخر وهي مساله ديال الطاقه، فاهمين فيها بان كتجي من الماكله، غير هو كيكون واش الاختيار ديال الماكله اللي كتعطينا الدخان بزاف ولا الطاقه اللي كتمشي باريبريد. الا مشينا في السكريات بزاف كتعطيو التهابات للجسم ديالنا وكتدخلنا في امراض ديال الضغط الدموي، دخلنا امراض ديال الديابيت، دخلنا في الامراض ديال الركبي، دخلنا الامراض ديال المناعه، تولي المناعه ديالنا هي متوتره، واليو باش تحافظ علينا تقدر تعطينا دي مرض اوتوميك. شنو الاكل اللي خص الانسان يحرص عليه في هذا رمضان؟ رمضان ما كاين الا خدينا دي دات دو ولا تخوا دات عندهم الامتيازات ديالهم، اي سون ريشون فيبر، فيهم بزاف تاع لي زونتي اوكسيدون، خدينا الشريحه تاع هي مزيانه، هذا خدينا دي ليغوم دي فروي بلوتو مزيان، حطينا دي بوم، حطينا دي فريز، حطينا هذا في الوجبه الفطور، حطينا دي بوم، حطينا دي فريز، حطينا دي بوم، ما نساوش بان راه ميم الفواكه كما قلت لك بالالوان المتعدده ديالها فيها دي بوليفينول. شنو هما البوليفينول؟ بوليفينول وهما ضد الاكسيدات اللي غادي الخلايا ما بقاش عندها، كاين شي حاجه غتعاديها باش الامتيازات ديالها ما تكونش، بحال شديتي واحد التفاحه وقسمتيها على جوج وخليتيها الغد ما كليتيهاش، الغد شنو كتشوفها؟ كتشوفها حمراء، بدات كدير كوم لاغوي، كيصدى الجسم ديالنا دوك الالتهابات اللي كندوي به في الاعضاء ديالنا كلها، الاعضاء كلها، لا في الشرايين، لا في العقل، لا في الجلد، لا في الاعضاء في لي زو، في العظم، لا في لي ليغامون، كلهم كيوليو هذيك لاغوي اللي وكتعطيهم قلت يعني المكانه ديال الامتياز ديالهم باش يعطوك احسن ما ياكل. الوغ في المكل ديالنا ما نكثروش من هالبغرير، بروميير شوز سي دو لافارين. لافارين ما فيها حتى شي فيبر، ما فيهاش. المسمن لا ميم شوز، هاد الجوج مصوبين في الزيت. الاخرى عامره بالسكر، الاخرى عامره بالزيت والسكر. الانسان اللي بغى ياخذ الخبز، الخبز اللي كيكون فيه الالياف. لا ماشي بون فيهم لي فيبر، سا فو دير نخالة وما يكثرش منه، يعني حتى الخبز ما يكثر لان كيبقى سكريات.
الى غياخد خضر يدير انواع الخضر اون سالاد اللي فيها لي كاروت كرول ياخد لي كونكومبر ياخد لي طوماط سيريز ياخد ميم الكرافس اي بلان اي ريش اون انتي اوكسيدون اي الالياف تاع هو ياخد ان بو دو شو فير بغى ياخد بلوز او موان نقولوا بغى ياخد ان سيجار عامر ب لا فوي اون باي وعامر بال بال لي كروفيت ولا معمر بالكفته ولا لي كروفيت افيك لي كاروت افيك هذا ياخد اون فوي دو سالاد ودورها معاه اشاك فوا فرص دوينا على الفرص دخل معايا الياف الياف مزيانه لان الالياف سان ريش بالمغنيسيوم والالياف كيعطيو لاسيد نيتريك لا شنو لاسيد نيتريك وهو هذيك لاسيد اللي كيحل لي الشرايين باش الاكسجين يدوز اللي كيعطي لا فازو ديلاتاسيون جميع الورق الخضراء ديال لي سالاد كيعطيونا الفرصه والمنحه باش لي فيسو ديالنا الشرايين ديالنا يوسعوا ما يبقاوش مضيقين ويدخلوا الاكسجين للاعضاء ديالنا لي نوا لي زاموند لي بيستاش كاع الحوايج اللي فيهم الاوميغا 3 الحوت اللحم الى الانسان بغى كاع ياخذ اللحم لي بروتيين سون بيان لي بروتيين كو سا سوا لي بيان سور غادي نسمعوا البعض اسمح لي دكتور قاطعتي غايقول بان الكلام تاع الدكاتره هو كلام نظري علاش لان جدودنا وبواتنا عاشوا بطريقه بحال هكا البطبوط والمسمان وعاشوا مده اللي هي محترم علاش دابا تنقولوا هذا التراكم التهابات لان التراكم اللي كما كنقولوا سي احمد كنقولوا لو ستريس شنو هو لو ستريس التهابات لو ستريس سي تري سامبل شديتي واحد الزربيه واحد الزربيه ودرتيها في الشمس واللي جاي عفس عليها ما غتبقاش الزربيه غدوز عليها 6 شهور غتولي كلها مدقدقه كاع لي فيبر ديالها ولا دوك لي كومبوزون ديالها ما بقاتش احسن ناخذوا ان ساك دو كوير شدوه خلي الشتا تصب عليه تصب عليه تصب عليه والشمس ضربو 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 وما يلي با بروتيجي ما غيبقاش ان ساك دو كوير غيعواج لو ساك غيعواج حتى من الهيكل ديالو الجسم ديالنا كيف كيف كنعواج حتى من الهيكل ديالنا الوغ والدينا مي كانوا ياكلوا اول حاجه ما كانوا ياكلوا الماكله ديال الخبز بيض بروميير شوز اول حاجه كان ياخذ لك الزرع كيشمشو كيحيد منه هذوك الصدفيات وداك الشيء اللي كيكونوا اللي كتبورد كنسميوه بالعربيه كيتبورد الخضوريه وما كنشوفوهاش الوي نو خصها ميكروسكوب وتقدر تدخل وتعطينا مشاكل دونك كيدوز كيشري الزرع كيغسلو كيديرو في الشمس يحيد منه المسال كيطحنو كيخلي النخاله ديالو وعندها قيمه ديك النخاله هذه اولا الوالدين ديالنا التهابات ما كانش كيبقى حتى 4 الصباح كيتفرج التلفازه ولا ثلاثه التهابات لان كينعس معاه 7 العشيه 7 8 العشيه كتهبط هذا كيصلي المسائل ديالو كينعس تيبدا الليل صافي صافي الوغ ها هو القسم الالتهابات ديالو لا 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 ما كانش كي كان عنده قناعه في الحياه ديالو والدينا كان عنده يعني ثقه كبيره في الله سبحانه وتعالى كيقول لك اللي دار الله هي اللي كاينه كان عندنا واحد التشارك والتجاوب مع الجيران ديالنا الا كان شريتي غير كيلو ديال القطبان وشموه هذا كتقول لي تدي لهم ثلاثه الوغ الا كانت المراه جايه في الطريق وهزت القفاف عامرين كيجيو ولاد الحومه كيهزوا عليها كان عندنا بزاف ديال الحوايج اللي ضيعناهم ولاو عندنا دابا تاثيرات ولا التهابات يوميا من 7 الصباح ملي كتخرج من الدار ما كاينش الى عندك ستوب ما كيخليكش تدوز كيغلب عليك لان ما بقاتش عندنا يعني واحد المحبه وواحد القناعه وديال كلشي يوصل كما بغيت نفسي بغيت دونك هذا الشيء حتى هو كيلعب على الخلايا ديالنا راه ماشي حتى شي كيلعب على الخلايا نرجعوا للقضيه تاع اللحم 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 الاطباء كلهم كيدعوا على اللحم من طريقه الحال لان اولا اللحم اللي كيكون عامر بالشحمه سي موفي باسكو سي دو غرا ساتوري اول حاجه اللحم تبدل من النوعيه ديالو ولا فيه دي زغمون ما بقاش هذاك البقر اللي راعي
في وكاين الزريبه الخضراء اللي سي دو يعني الملوح كلها منين كتجي؟ منين كتجي؟ كتجي من الارض على وسيله ديالاش على الربيع. والربيع شكون اللي كياكلو؟ البقر. وحنا كناكلو البقر ولا كناكل الدجاج البلدي؟ هذه هي لا شين باش كدوز لينا حنايا. دابا ولا بقره وليو باش تكون فيها 160 كيلو كتلقى فيها 400-500 كيلو. بقره ولات كتعطيك باش تعطيك 20 لتر ديال الحليب ولات كتعطيك 60 لتر ديال الحليب. الوغ خصنا كيما ولا الكم اكثر من الجوده ولات ولاو بزاف الحوايج اللي تبدلوا كيما تبدلنا حنا في التصرفات ديالنا ويلاه وصفتهم تبدلنا حتى في الاكل ديالنا تبدلنا حتى في النعاس ديالنا.